أهلا بكم إلى فقرة أنا أرى، والتي تعتمد في محتواها على المواد التي ترسلونها إلينا من جميع أنحاء العالم من خلال تطبيق أنا أرى الذي يمكنكم تحميله على هواتفكم الذكية. نبدأ مشاهدينا مع فيديو أرسله لنا سعد علي من بنغازي لجندي ليبي مصاب يلقي شعرا عن وطنه تحت تأثير التخدير الطبي. نشاهد. يا صابرة الهم يا جرح ينزف دم يا ليبيا يا ليبيا وعن مصاب الطبي عرفت هم يا صابرة الهم في نوم تعواقلنا مشينا الطريق بروحنا قتلنا وهجرنا ومن كثر الطمع شوية وقتلنا روحنا. وبعيدا عن السياسة وإلى الصين تحديدا وصلنا اليوم من مستخدم أنا أرى صلاح العسائي فيديو لضباب كثيف يسود محافظة غوانغدونغ. نشاهد. وإلى الصور مشاهدينا، فوصلتنا صورة من محمود حريري من عمان، صورة لعائلة سورية عالقة على الحدود الأردنية هربا من القصف في سوريا، ويقول المرسل إن عدد العالقين بالألاف على الحدود. وننتقل إلى صورة أخرى من ياسر المشهداني من سوريا، وصلتنا صورة لمخلفات قنابل عنقودية لم تنفجر بريف حلب الجنوبي. وإلى صورة أخرى من ليبيا تحديداً مع صورة من سعد علي لاحتفال مدينة بنغازي بالمولد النبوي الشريف أمس في شارع جمال عبد الناصر. ومن المرسل نفسه سعد علي أرسل لنا صورة لوثق فيها تحذيراً من داعش لسكان سرت من الاحتفال بالمولد النبوي، وبحسب المرسل هدد التنظيم بمسح المدارس والمؤسسات في المنطقة الوسطى في حال احتفلوا بالمولد النبوي الشريف. ومن السعودية تحديدا في الشمال في سكاكا اخترنا لكم صورة التقطها لنا عبد الله الشمال من طائرة شراعية لبحيرة دومة الجندل السياحية. نذكركم مشاهدينا أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية، وسنستعرض أهم مشاركاتكم من خلال فقرة أنا أرى.